بدك تسمح لي جنرال اللواء السيد رد لك على كلام قلت لنا عنه امبارح. امبارح سمعنا حكي انه انت عم تطلب اعتذار من دولة الرئيس سعد الحريري. انا بعتقد الاعتذار المطلوب هو من الشهيد رفيق الحريري. من يلي طاولوا على كرامته وركبوا له ملفات وهددوه. مطلوب الاعتذار من كل انسان اضطهد وتلاحق وتركب عليه ملفات. مطلوب الاعتذار من كل شاب اعتقل وتعذب بس لانه عنده راي سياسي معين من 92 لل 2005. وشكرا. من نظام دوله الرئيس. جميل. بنقول دائما بنذكر اسماء، بنذكر اسماء بصير له حق بالنظام. تفضل. دقيقه يا اول شيء هالشاب يلي تعرض لإلي بالكلام. ما تعرض إلك. تعرض لإلي بلا. تهمني بأنه تركيب ملفات إذا بتريد. دولة الرئيس واضح كلامه. ابن مبارح سوس. لا. لا لا بلا سوس. عيب عيب هذا الكلام معي مرفوض. ما بيطلع منك يا سيادة اللواء يا حبيب القلب. هذا الكلام منه مرفوض. إذا الكلام مرفوض كليا. إذا بيرد السكن. هذا الكلام عيب. اسمع شوي يا شيخ سعد. إذا بتريد. بس حطوا شغلي هون كان اليوم في رجولي بس سيم واحد بخلقتك كلها الاربع سنين بدك تتحمل صوص قاعد بوجهك الاربع سنين تشطب الكلمه قلت خلص هو قال تركيب ملفات يا قال تركيب ملفات أمني. يا زميلنا اسمعني شوي ما سمى اللي شطبنا الكلمه اسمعني شوي نعم دكتور رئيس اعطيتك بالنظام نعم اولا دقيقه ثانيا رجاء تعبير ما يكون في اي اهانه تستوجب كمان رد مفهوم. هو قال يجب الاعتذار من دولة الرئيس رفيق الحريري على تركيب ملفات لإله واللي قتلوه اشياء من هالنوع ومن الشباب اللي اعتقل ومن غير امور. نحن كنا في هذه الدولة رؤساء مؤسسات رسميا. أنا امبارح لما حكيت بكلمتي هون وتطرقت ما جبت سيرة دولة الرئيس الحريري بالسوق، حكيت عن المحكمة الدولية. ولما امبارح علقت على الذكرى قلت تجاوزنا نحن ما جرى من تزوير وبيع دمه في السياسه والمتاجره فيه بالسياسه. وقلت لو ان اهل الدوله اليوم بيطلعوا وبياخذوا العبره بالمناسبه 14 شباط من الميت بالوضع اللي هو فيه ربما بيفكروا بالناس لانه ما حدا رح يبلغ قد الرئيس الحريري مستوى من السلطة والمال اللي كان موجود فيه وطلبت العبرة وطلبت من المتابعين عدم الإساءة إلى الميت وأخذ العبرة من الموت هيدي لياقتنا بتقول هيك هلأ أنا بالشي اللي قالوا عن الملفات نحن عدنا أربع سنين بكنف اعتقال كان من الممكن خلال الاعتقال يلي لما اجتمع ابنه دولة الرئيس الموجود قدامنا مع محمد زهير الصديق وهيدا مستندات رسمية من المحكمة الدولية بفرنسا محلي دولة الرئيس وقال له غير افادتك لحتى تصدقك الدول لاعتقال الضباط وكون موجود تحت هيدا مستند سلمت لي المحكمة الدولية خلص الوقت ب 27 ايلول بس كل الوقت الملفات متعودين اكيد متعودين على تركيب الملفات كان لازم يدعوا علينا لما طلعنا بيسكتوا انت احسن شيء تسكت احسن شيء تسكت دوله الرئيس اذا بتريد ما تحكي اذا بتريد ما لك حق تحكي اذا بتريد احترم حالك بس الزميل انور جمعه انت احترم حالك الزميل انور جمعه احترم حالك انت احترم حالك جميل احترم حالك يا جميل ما له حق حدا يوجه لي الكلام غير الرئيس يا احترم حالك خلص يا دوله الرئيس خلص الزميل انور جمعه الزميل انور جمعه شو ولو لك شو القصه انه في واحد ما بده يحترم شهداء الناس